كانت واحدة من أجمل النساء في العالم وأميرة القصص الخيالية. هي نجمة هوليود التي أصبحت أميرة موناكو وقد أنقذت الإمارة من أزمة مع فرنسا. عن جريس كيلي نتحدث، تابعونا. كانت جريس كيلي ممثلة حائزة على جائزة الأوسكار، لكنها تخلت عن كل شيء لتصبح أميرة. وعشان نتعرف عليها أكثر نبدأ من ميلادها. ولدت جريس كيلي في 12 نوفمبر عام 1929 لعائلة أيرلندية كاثوليكية، ترتيبها الثالث بين 4 أطفال هم مارغريت وجون وإليزابيث. والدها رجل أعمال حائز على 3 ميداليات ذهبية أولمبية في رياضة التجديف، ووالدتها بطلة في السباحة. ذهبت جريس إلى المدرسة الكاثوليكية وشاركت في جميع المسرحيات، وفي سن 17 عام بدأت في متابعة دروس في الفن التمثيلي، وظهرت في أول فيلم في عمر 22 عاما. ولكن قبل الحديث عن حياتها الفنية نوضح معاناتها مع والدها، حيث كان الأب يشجع روح المنافسة بين أولاده ولكن بطريقة عدائية، مما انعكس على جريس حيث كانت انطوائية. وقد قالت جريس عن والدها: كان يجعلنا نتنافس على كل شيء حتى على حب الوالدين. كما عانت جريس من فقد مكانتها بين أخواتها، حيث كان الأب يفضل ابنته الكبرى ويقوم بتدليلها، أما جريس لم يكن ليهتم بها. ولذلك عندما كبرت وأرادت أن تدخل في عالم التمثيل عارضها الأب بشدة، ولكنها استمرت وقامت بأول فيلم في عمر 22 عاما. وخلال عدة أشهر فرضت نفسها في هوليود وشاركت في 9 أفلام وحازت على جائزة أوسكار. وبعد نجاحها وعندما سئل الأب عن رأيه بمسيرة ابنته الناجحة، قال: بالرغم من نجاح جريس لكن ابنتي الكبرى هي الأفضل. وقد جعلت العلاقة المعقدة بوالدها إلى وجود جرح رافقها طوال حياتها، وانعكس ذلك على علاقتها بأي رجل آخر. في عام 1955 كانت جريس مسؤولة عن وفد الولايات المتحدة في مهرجان كان السينمائي، وتم دعوتها للمشاركة في التقاط صورة مع الأمير رينيه أمير موناكو، وكانت هذه هي المرة الأولى للقائهما. وفي زيارة أخرى للأمير رينيه تم طلب يد جريس من عائلتها. وعلى الرغم أن الاثنين كانا يشعران بمحبة لبعضهما، ولكن كان هناك أسباب أخرى لموافقة جريس ولإقدام الأمير رينيه على الزواج، حيث أن عائلته تريد له وريث، وإذا لم يفعل فستفقد إمارته استقلالها وستصبح جزءا من فرنسا، فكان من الضروري أن يتزوج. أما بالنسبة لجريس فبرغم أن الأب كان مليونيرا وهو صاحب شركة صناعة الطوب، ولكنه كان سليلا للمهاجرين الأيرلنديين. إذن هنا جريس تمتلك الجمال والمال والموهبة، ولكنها مع كل هذا كانت تفتقر إلى النسب. ولأن رينيه يمكن أن يعطيها هذا النسب فوافقت على طلبه، وتم إجراء الخطبة ومن بعد ذلك التجهيز للزواج، وقد تم الاتفاق على عدة أمور من بينها التخلي عن مهنتها، وتم منع عرض جميع أعمالها في موناكو، كما تم تخليها عن جنسيتها الأمريكية، بالإضافة أنها خاضت فحص الخصوبة. وتم الإعلان عن الزواج في 9 إبريل عام 1956، حيث أقيم حفل زفاف تم بثه على التلفزيون وتحدث عنه العالم وعن جمال جريس كيلي، لدرجة أنه يقال أن جون كينيدي عندما رأى صور زفافها قال إنها المرأة التي كان يجب أن يتزوجها. وبدأت جريس حياة مختلفة لما بها من قلة الحرية وقيود القوانين الملكية، ولكنها تأقلمت سريعا على حياتها الجديدة، وكانت محبوبة من الشعب بل من العالم أيضا لأسلوبها الهادئ المتزن. وبعد عام من زواجها أنجبت جريس طفلها الأول وهي كارولين، ثم في عام 1958 أنجبت ألبرت، وفي عام 1965 كانت طفلتها الصغيرة ستيفاني. وقد قامت جريس بدورها كما ينبغي كأميرة، حتى أنه يذكر لها أنها كانت صاحبة دور في حل الأزمة بين موناكو وفرنسا، حيث كان قد أصدر الرئيس الفرنسي شارل دي جول آنذاك.
قراراً بإغلاق طرق موناكو لإجبارها على دفع الضرائب، فقد اقترحت جريس على زوجها توجيه دعوة للرئيس الفرنسي وزوجته لحضور حفل الصليب الأحمر، وألقت جريس خلال الحفل خطاباً وطنياً ساهم في حل الأزمة. وقد كان معروف عن جريس كيلي أنها تتمتع بشخصية قيادية ولها آراء صائبة، رغم أنها أيضاً شخصية هادئة تميل إلى الانطواء نوعاً ما. وبدأت بالأعمال الخيرية، فأسست المنظمة الخيرية والتي تم الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة، كما أنشأت عدة مؤسسات خيرية منها مؤسسة الأميرة جريس لمساعدة الحرفيين المحليين، إضافة إلى المنظمة التي تشجع على الرضاعة الطبيعية، كما قامت بالعديد من الأعمال الخيرية الأخرى. وفي 14 سبتمبر عام 1982 توفيت الأميرة جريس بعمر 52 عاماً في حادث سيارة، وكانت ابنتها ستيفاني إلى جوارها، وقد أصيبت بإصابات بالغة وتم علاجها. وكانت هناك شائعات بالنسبة لهذا الحادث، قيل أن الأميرة جريس فقدت السيطرة على سيارتها، مما أدى لانزلاق السيارة من على منحدر، وبسبب إصابتها البالغة توفيت في اليوم التالي. وقيل أيضا أن من كان يقود السيارة هو ابنتها الأميرة ستيفاني، وقد تسببت في هذا الحادث، وأن القصر بيحاول إخفاء الأمر. وقيل أيضا أن الحادث كان مدبر من قبل أشخاص يحملون الضغينة للأمير ريني والعائلة الحاكمة لإمارة موناكو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.